الآن مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في جوله اخباريه جديده لهذا اليوم، نبداها معكم بابرز العناوين. وصول الغواصه S-43 الالمانيه الى قاعده الاسكندريه لتنضم للقوات البحريه. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف الطبي بشأن مكافحة فيروس كورونا. والولايات المتحدة الأمريكية تسجل 2333 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة. إليكم تفاصيل الأنباء. وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة الألمانية الصنع S-43 من طراز 209 على 1400 قادمة من ميناء كيل الألماني بعد أن أبحرت 20 يوما بطاقمها المصري. وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014 تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابهة فيروس كورونا وخريطة الإصابة بالفيروس في مصر وحالات التعافي منه. واطمأن مدبولي خلال الاجتماع على توافر المستلزمات الطبية وكافة احتياجات المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، مشددا على ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس في كافة قطاعات الدولة، مكلفا بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالإنفلونزا الموسمية لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل، وذلك في إطار نهج الحكومة باتخاذ الخطوات الاستباقية لتجنب وقوع أي أزمات مستقبلية، مطالبا بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية. أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بمصر إلى 452 متوفى و 7200 حالة إصابة وواحدة. وكشف المتحدث باسم الوزارة دكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة و 388 حالة إصابة جديدة حتى أمس. وفي نفس السياق أوضح مجاهد خروج 98 شخصا من المصابين من مستشفيات العزل بعد شفائهم، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة. بدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام أداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا من المنازل بسبب أزمة فيروس كورونا. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون. هذا ويؤدي الطلاب الاختبار على مجموعتين، المجموعة الأولى من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، والمجموعة الثانية من 12 ظهرا حتى 3 عصرا.
يواصل لليوم الثاني على التوالي الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة نقل ما يقارب من 450 مصريا عالقا في الكويت على متن 3 رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتضم كل رحلة من الرحلات الثلاث نحو 150 راكبا. هذا وكان الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة والمخصص لنقل المصريين العالقين قد انطلق أمس من خلال تسيير رحلتين على متن شركة مصر للطيران نقلتا نحو 580 من العالقين، كما أن السلطات المصرية قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي لاستقبالهم فور عودتهم. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 2333 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، وأوضحت الجامعة أن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة ارتفع إلى 71,220 وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد أكثر من 1,000,000 مصاب. أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا تسجيل 10,559 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، وأوضح المركز في بيان صحفي له ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 165,929 حالة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 1,537 وفاة بعد تسجيل 86 وفاة جديدة جراء الفيروس، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 21,327 شخص. أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البلاد لم تسجل أي وفيات بكورونا، فيما سجلت إصابتين جديدتين و20 حالة بدون أعراض. وأوضحت اللجنة أن الإصابتين الجديدتين تعود إلى مسافرين من الخارج، وجاء في بيان للجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين يبلغ الآن 82,883 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4,633. في سياق آخر، دعت الصين إلى إيقاف دائم لإطلاق النار في ليبيا بأسرع وقت ممكن. وقال القائم بأعمال نائب المندوب الدائم للصين بالأمم المتحدة إنه يتعين على جميع أطراف الصراع الليبي وضع مصالح البلاد والشعب أولا، مؤكدا أن الشعب الليبي يستحق بيئة سلمية كي يتمكن من مواجهة فيروس كورونا، مشيرا أن بلاده تدعم تدشين عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتشجع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على مواصلة جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت اليوم موقعين في قطاع غزة، وأوضحت الوكالة أن مدفعية الاحتلال خلف السلك الفاصل شرقي القطاع أطلقت عدة قذائف صوب موقع جنوب مدينة غزة وآخر شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، مشيرة أن القصف سبب أضرارا مادية بالأماكن المستهدفة دون ورود أنباء عن إصابات. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، ولكن نذكركم قبل ختامها بأهم ما ورد فيها من أنباء. وصول الغواصة S-43 الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف الطبي بشأن مكافحة فيروس كورونا.
والولايات المتحدة الأمريكية تسجل 2333 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في جولة إخبارية جديدة.